كل من ساهم في نجاح هذا العرض، والتحية والشكر والدين لجامعة القاهرة والدكتور جابر نصار والفنان فتوح أحمد. حقيقة كل طالب بيشاهد هذه المسرحية احنا بنكسبه، احنا بنحصل عقل، بنحصل قلب، بنحصل فكره لصالح هذا الوطن. يوم 7 ديسمبر عندنا علي الحجار، كل شهر باستثناء شهر يناير، لان شهر يناير امتحانات، كل شهر بعد كده هيبقى فيه حفلتين من الاوبرا. في فبراير هيكون عندنا عمر خيرت، في ابريل هيكون عندنا عمر خيرت تاني، هيكون عندنا اوركسترا القاهره السيمفوني، هيكون عندنا محمد منير في الملاعب، يعني هو هيجي لي الاسبوع ده عشان حد يتعود من عليه.